بالنسبه للكرينيال نيرفس احنا عارفين احنا عندنا 12 كرينيال نيرف، وال 12 في اثنين بس منهم اتاتشد للسريبرم والباقي كله اتاتشد للبرين ستيم. الاثنين اللي اتاتشد للسريبرم هو اول واحد والثاني واحد اللي هو الاولفاكتوري والاوبتيك نيرف، والاثنين سبيشال سينس طبعا. بالنسبه للباقيين كلهم الاتاتشمنت بتاعتهم هتبقى فين؟ في البرين ستيم. مش هقول لكم الكلام بقى العبيط بتاعه الفرق بين الكرينيال نيرفس والسباينال نيرفس، الكلام ده انتوا عارفينه طبعا. في حاجتين دايما بنطلبهم في الكرينيال نيرفس، السوبرفيشال اتاتشمنت والديب اوريجين او اللي انتوا بتسموهم نيوكليار. السوبرفيشال اتاتشمنت بالنسبه للنيرف هي الاريا اللي عند البرين على السيرفيس اوف ذا برين عندها الكرينيال نيرف اتاتشد. بمعنى لو احنا شفنا مثلا في المظله اوبلونجاتا هتلاقوا في عندكم اليفيشن وديبريشن على المظله من الخارج زي البيراميد والاوليف والكلام ده. هيقول لك ما بين مثلا البيراميد والاوليف طالع مثلا الكرينيال نيرفس نمره 10 مثلا، معايا 9 او، وما بين الاوليف زي ما هنشوف الوقت، وما بين الاوليف والانفيرو سيريبيلر بيدانكل الجروف دوت بيطلع منه 9 و10 و11 و12 من هنا اسمه السوبرفيشال اتاتش. او نمره 6 مثلا طالع من البونز اباف بيراميد، ده المكان اللي هو على السطح انا شايفه اسمه سوبرفيشال اتاتش. الكلمه الثانيه اللي احنا بنعرفها اللي هي ديب اوريجين وهي النيوكلياي. النيوكلياي اللي في داخل البرين اللي احنا قلنا هتبقى موجوده في البرين ستيم، لان اغلب الكرينيال نيرفس والنيوكلياي بتاعتها هتبقى موجوده يا اما في الميد برين يا في البونز يا في المدام. واغلب الانترنال استراكشرز اللي هنشوفه واحنا هشرح لكم ان شاء الله البرين ستيم، هتلاقوني كل شغلي في البرين ستيم في الانترنال استراكشر نيوكلياي، وهتلاقوا اغلب النيوكلياي اللي انا هتكلم عليها نيوكلياي بتاعت الكرينيال نيرفس. فاللي هيفهم النهارده النيوكلياي بتاع الكرينيال نيرفس اكنه بالظبط حفظ 90% من الانترنال استراكشر للبرين ستيم. ده بيز اوف ذا برين، وكلكم اكيد عارفين المنظر ده. البيز اوف ذا برين يعني انا بقلب البرين من تحت، والاريا دي انتوا كلكم عارفين طبعا اللي هي احنا بنسميها ايه المنطقه دي؟ انتر بيدانكولار الفصه. انا هنتكلم دلوقتي على الاثنين كرينيال نيرف دول اللي هو الاولفاكتوري والاوبتيك نيرف، وهنتكلم على الكياسمه بتاعتهم. المنظر اللي انتوا شايفينه ده اللي احنا بنسميه السوبرفيشال اتاتشمنت، مثال نمره 6 على سبيل المثال طالع من البونز جاست اباف ذا بيراميد على سبيل المثال. 9 و10 و11 ما بين البيراميد وما بين الاوليف. الخامس مثلا هنشوف الكلام ده كله طالع من الميدل اوف ذا ميدل سيربيلر بيدانكل، يعني طالع من البونز، ده اسمه السوبرفيشال اتاتشمنت. ما بنتكلمش فيه كتير. بالنسبة للأولفاكتوري نيرف، الأولفاكتوري نيرف بيبدأ في الأولفاكتوري أريا، ودي فرق بين الجزئين في النيزل ميوكوزا وبين الريسبيراتوري ميوكوزا والأولفاكتوري ميوكوزا. الجزء الأغلب من النوز هي اللي بيسموها الريسبيراتوري ميوكوزا، أما الجزء اللي بيبقى مخدات، المخدات حق النضارة البيلوز أوف جلاس بتاعتكم نايمة عليه اللي هو المنطقة دي، هي المنطقة دي تحتها بالظبط الريسبتورز بتاعت الأولفاكتوري نيرف. ففين كلمة اولفاكتوري ميوكوزا؟ اولفاكتوري سيلز موجودة في الاولفاكتوري ميوكوزا، موجودة فين بقى الكلام ده؟ موجودة في الابر بوستيريور بارت اوف ذا نيزل كافيتي. الفايبرز اللي بتطلع من الاولفاكتوري ميوكوزا علشان تعمل اولفاكتوري نيرف بتاسند بفيلامنتس كتيرة جدا اب وورد، فبتطلع من البيز اوف ذا سكال من ثقوب كان اسمها كريبري فورم بليت اوف سمويل. سمعتوا عليها؟ الكريبري فورم بليت اوف سمويد بيطلع منها النار الفايبرز بتخش على حاجه زي البالب كده اسمها الفاكتوري بالب، هوريها لكم الوقت. موجوده فيها خلايا اسمها مايترال سيلز. المايترال سيلز بيطلع منها الفاكتوري تراكت، ماشيين معايا؟ يمكن في صوره هنا هوريها لكم. ده اللي هو الجزء العلوي اللي هو هيتكون فيه اللي بيسموها الفاكتوري بالب، والخلايا اللي موجوده فيها اللي هي اسمها المايترال سيلز، والتراكت اللي بيتكون ده اللي احنا بنسميه الفاكتوري تراكت. اللي انا عايز اقوله ان الاكسونز دي للميترال سيلز، والفايبرز اللي جايه من الميترال سيلز او اللي جايه لها جايه لها من الاولفاكتوري ميوكوزا. يبقى من الاولفاكتوري ميوكوزا الفايبر بتاسند من الكريبري فورم. انا باجي على الكريبري فورم في السكال وبعمل عليها علامه وبقول لك اسم ده ايه، هتقول لي كريبري فورم بيت اوف اسمويد، اقول لك استراكشر باس ثرو هتقول لي الاولفاكتوري فيلمنتس، مش الاولفاكتوري نيرف ولا الاولفاكتوري تراكت. ايه دي اللي بتعدي منها؟ فوق الكريبري فورم بليت البالب اللي هي اللي فوق دي اللي احنا بنسميها الفاكتوري بالب، اللي هي بيبقى فيها مين؟ المايترال سيل. الفايبر اللي جايه من تحت بتخشها كافرنت وبتطلع منها افرنت، الافرنت اللي خارج منه الاكسونز الطويله اللي هو الاولفاكتوري تراكت. والاولفاكتوري تراكت في النهايه زي ما احنا شايفين بينقسم الى اثنين سترايا، ميديال سترايا ولاترال سترايا. اللاترال سترايا اللي احنا شايفينه ده اللي هو بيروح عند اللايمن انسولي او اللي بيسموها الجزء عند الانكس يعني،
وفي جزء اللي هو الاغلب منه اللي هو الميديا الاولفاكتوري سترايا اللي هو الجزء الفايبر اللي هو الجزء التخيلي ده اللي هو الجزء ده بيروح لمكان مهم جدا اسمه انتيريور بيرفوريتنج سبستانس. انا ما اعرفش انتوا عرفتوا الاماكن دي ولا لا. في جزء في البالب بتاع البرين احنا اسمه الفاكتوري بالب، عارفين اللاترال لوب بتاع البرين، في حته فيه اسمها الانكس مش كده؟ باختصار عشان بس الصوره ما تدوخهمش، واللي انا عايزه حاجه بسيطه بس، الفاكتوري نيرف هو جاي كده بينقسم الى اثنين استراي، اثنين استراي يعني مجموعات من الحزم، حزمه لاترال وحزمه ميديال. الحزمه الميديال بتخش ميديال لحته اسمها انتيريور بيرفوريتنج سبستانس، شايفينها ولا لا؟ اسمها ايه؟ انتيريور اللي هي الجزء الحزمه دي اللي هي الميديال استراي دي بتروح للانتيريور بيرفوريتنج سبستانس. الجزء اللاترال اللي احنا شايفينه في جزء اهو رايح لمكان اسمه ايه؟ انكس. ده اللي انا عايزه تحفظوه. اليومنز انسولي دي مش مهم، في حاجه اسمها اميجدالا او الميجدالويد نيوكلا، سمعتوا عليها؟ اللي انا قلت عليها مي بي ريليتد تو سميل، كانت موجوده فين؟ فاكرين؟ فاكرين الكودات؟ فاكرين التيل في كودات؟ التيل كان ماشي فين؟ كان شاب. كان فين التيل؟ التيل لما رسمته كده كان نازل على مين؟ على التمبرال لوب. ارسمه اللي انتوا فاكرينه، وهي نازله على التمبرال لوب، اخر التمبرال لوب البول اسمه التمبرال بول. التمبرال بول انتروميديا بيخش كده. الاميجدالويد موجوده هنا، كانت موجوده في الديل التيل اوف ذا كوديت، وفي نفس الوقت تحت الفلور بتاع الفير هورن. ولا انتوا مش معايا؟ انتوا ضاربين خالص. يا حلاوه شوفنا لنا رحناه خلاص خلص كل كعب. بصوا يا جماعه خلاص يا احمد، لما كنت برسم الكودات كنت برسمها كده وباجي هنا اعمل التيل بتاعها، والتيل بتاعها كان بقول في الاخر فيه هنا حاجه اسمها ايه؟ اميجدالويد. كان في هورن هنا، في فنتريكل هنا اللي هو الانتيرو هورن والبوستيرور بتاعه، وفي هنا كان في جزء اللي هو الانفير هورن صح؟ دي كانت موجوده فين؟ اللي هي الكوديت تيل دوت موجوده في الفلور في الانفير هورن. انا براجع كذا حاجه، اخرها الكوديت اللي هي دي هنا الانكس، بس مش هنا كده، هي بتبقى ايه؟ زي صباعي كده انتروميديا. المهم الفايبر اللي احنا شايفينها حضراتكم دي بتيجي بتنقسم الى اثنين استراي، ميديال استرايا ولاترال استرايا. اهم جزء في اللاترال استرايا بيروح لمين؟ للانكس، وبعض الفايبر بتروح للاميجدالويد نيوكلياس، اما الميديال بتروح للانتيريور بيرفوريتنج سبستانس. يبقى هو كده اللي انا شرحته لكم، والفاكتور من بدايته لنهايته، وده يعتبر الباس واي اوف اولفاكشن. هناك في حاجه ما تسمى بالانترنال سيركتس، اقروا معايا كده الميديال والفاكتور استرايا واللاترال. اهم جزء في الميديال استرايا بتروح لمكان اسمه ايه؟ انتير بيرفوريتنج سبستانس، ركزوا على دي. اللاترال استرايا بتاخد الالكتريك اكتيفيتي وبتروح مين للمين؟ للانكس، وجنبها اميجدالويد نيوكليس اهي معايا. الانتو راينال اريا ده مكان اللي عايز فيه يحفظه يحفظه، اللي مش عايز ما تحفظوهوش، لكن اهم مكانين تحفظوهم في اللاترال استرايا اللي هي الانكس نمره واحد كبيره قد كده، ونمره اثنين صغيره جنبها لمين؟ الاميجدالويد. مش ده بس اللي بينتهي عنده الاولفاكتوري نيرف. الاولفاكتوري نيرف اذا كانت دي الارياز اللي في الكورتكس اللي هي بتستقبل السنسيشن، هناك من هذه الاريا كونكشن لاذر ارياز في البرين، اغلبها بتبقى اوتونوميك ارياز. ودي من الاشياء المعقده جدا في السنسيشن وفي سميل، لان هو مرتبط باحاسيس غير السميل. انا قلت لكم الكلام ده قبل كده ومش عارف قلت لكم ولا لا، ما قلتوش. هديك مثال صغير جدا، انا ساعات اما بشوف حاجه قدامي انا شايف فلان وفلان وفلان، شايفك خلاص ها شايف، لكن لما بشوفك لا ببتسم ولا نفسي بتغم عليا ولا عايز ارجع ولا بقرف، انا شايف شخص عادي، الا اذا كان بينه وبينك ضغينه او بينه وبينك حب وغرام وهيام، ده حاجه ثانيه. انما انا ببقى شايف شايف صحيح، بتذوق بتذوق، ده ملح ده بتر ده صلتي ده. انما الاحاسيس السنسيشن اوف سميل بالذات له ارتباط وثيق بالايموشنال تشينجز او الايموشنال اكتيفيتيز اللي هي بيسموها بالعربي يسموها ايه؟
حاجه كده زي العاطفه يعني لحاسس. زي العاطفه زي العاطفه بس مش العاطفه الحب مشاعر تفهموا المشاعر والمشاعر دي قد تكون مشاعر حب او قد تكون مشاعر حب. اديك مثال صغير عشان ما نزودش في الكلام كتير. انا ماشي في مكان وشميت ريحه طيبه حلوه قوي معايا برفيوم مثلا بعرف ان ماشيه جنبي او ورايا واحده ست صح ولا انا غلطان؟ انا شفتها؟ لا انا ما شفتهاش معايا. فلما بص كده بقى يا سلام وممكن تكون ريحه البرفيوم دي من البرفيوم اللي هي عملت لي الله ومن هنا ارتبط الحديث لرسول الله بهذه القصه صح؟ لا من امراه كذا 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 ليه؟ لانها حركت في هذا الشخص ها بعض الغرائز اللي المفروض ما تتحرك. ازاي ده الحكايه كلها انه شم مجرد شم ما هو اصل الشم مرتبط بايموشنال تشينجز يعني من السنترز اللي انتوا شايفينها دي وبالاخص من الاميجدالويد نيوكليس قد يكون هناك كونكشن في بعض الفرونتال لوب عند الفرونتال لوب على الميديال سيرفيس اوف ذا فرونتال لوب. الفرونتال لوب بتاعنا في جزء منه اسمه الميديال سيرفيس. اغلب السنترز اللي على الميديال سيرفيس دي بيقولوا عليها انها سنتر اوف ايموشنز فاحتمال يكون في كونكشنز انترنال كونكشنز ما بين هذه السنترز وما بين الايموشنال سنترز دي اللي ادت الى ان الانسان لما شم الريحه دي حصل له اكسايتيشن. خلينا بوضوح مع ان المجرد ان هو عمل ايه اسميل. واحد تاني ماشي معدي جنب مطبخ لقى فيه ريحه مثلا باربيكيو او باربيكيو اللي شغالين والتانيين قاعدين يشتغلوا وهو قاعد ماشي جنبهم من بره وجعان وفجعان فلقى الرياله بتاعته والصلايبه نازله. الصلايفه نازله مش بيحصل؟ ايوه مش بيحس ان هو صلايفيشن لمجرد انه شم ريحه كباب او ريحه لحمه بتتشوي؟ ايه معايا ولا لا؟ ايه الرابطه الغريبه اللي ما بين مجرد ان انا شميت ريحه لحم بتتشوي والصلايفيشن ده؟ الصلايفيشن دي مرتبطه بحاجه اسمها سليفري نيوكليس والسليفري نيوكليس مرتبطه بالعصب النمره 9 ونمره 7 صح ولا لا؟ ايه اللي جاب النيرفس اللي هي خارجه من المظله وبلونجاتا ولا طالعه من الفيشيال من البونز مع منطقه في الفرونتال لوب ميديال ولاتر سترايب. واحد تاني بيبقى ماشي في مكان وممكن يحش يشم الله يعزكم رائحه سيئه. رائحه زي اللي يسموها المجاري بيسموها ايه هنا المجاري؟ مجاري اسمها مجاري. اوه ويحس انه ايه نفسه وجالت له جاستريك ابسيت وبيرجع صح ولا لا؟ ايه العلاقه؟ انت ما تعرفش انا اعرف. فالمهم القصه كلها ان في كونكشن ما بين الاولفاكتوري سنترز والايموشنال سنترز او السليفري سنترز معايا اللي بتعمل اكسايتيشن او بتعمل سلايفيشن او بتعمل ستيميوليشن للفيجاس نيرف اللي بيعمل جاستريك ابسيت وممكن يعمل فومتين. باختصار خلصنا؟ انا كنت حاطط هنا حاجه في حاجه هنا ما قلتهاش حد عايز حاجه في الاولفاكتوري نيرف؟ اخش على اللي بعده. النيرف اللي بعده اللي هو الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف نيرف اوف ذا فيجن كاري فيجوال امبلس من الريتن للبرين. في حد عنده اي مشكله في القصه دي؟ الاوريجن بتاعه يبدا فين؟ سكليرا في السكليرا؟ لا في المورس سكليرا في الريتن يبدا منين؟ البياض اللي انت شايفه بياض عيننا ده اسمه سكليرا. ده البياض مفيش فيه حاجه اوبتيك نيرف ولا بعد السكليرا؟ لا ما تقدر انت خدت الاي بول ولا لسه؟ خدنا يا خبر اسود ومع شايفين الاوبتيك نيرف ده فين؟ تستاهلوا اللي يجرالكم. الاوبتيك نيرف بيطلع من فايبر موجوده في الجانجليونيك سيل اوف ذا ريتنا. درستوا ريتنا؟ كان فيها كام طبقه؟ 10 10 من البدايه خالص الريسبتورات اللي كانت من البدايه هي عامله كده الريتنا من الداخل. الكورنيا اللي انتوا شايفينها اللي هي الخارجيه دي انتوا شايفينها بره ايه؟ الريز بتنزل عليها بتعدي بتروح للداخل على الريتنا اللي هي بتبقى عامله زي الكاب شيب كده. الطبقه الداخليه دي فيها الريسبتورز اللي هي الرودز والكونز والكلام ده وتاخدها من طبقه لطبقه من طبقه لطبقه لغايه ما تروح للطبقه الاخيره اللي هي الجانجليونيك. الجانجليونيك دي الكلام ده اكيد خدتوه في الاستورج ودي ريسبتور والريسبتور لها دندرايت والدندرايت طلع اكسون والاكسون يخش في الخليه اللي بعدها كدندرايت ويطلع منها كاكسون ويخش في اللي بعدها كدندرايت ويطلع منها كاكسون لغايه اخر طبقه بيخشها كدندرايتس الجانجليونيك ويطلع منها الاكسونز دي اوف جانجليونيك لاير هي الاوبتيك نيرف اللي بتتجمع
بشكل معين. لو احنا بصينا كده ادي ادي الريتنا مثلا اهي كاب شيب، الفايبر بتتجمع 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 اللي هي جانجليونيك اكسونز، وبتطلع من منطقه اللي احنا بنسميها الاوبتيك ديسك اللي هي البلايند سبوت اوف ذا ريتنا، لان هنا في المنطقه دي الريسبتورات كلها كانت موجوده في المناطق الداخليه هنا، صح كده ولا لا؟ صح. وبتتجمع منها وبتنزل بطريقه معينه كده. الحته دي ما فيهاش ريسبتورز، بس هي جنبها مكان فوبيا. اللي هي الفوبيا اللي هي بتبقى الفيجوال اكيوتي عندها عاليه جدا. ده مش شغل، ماليش دعوه. المهم الاوبتيك نيرف لما بيتجمع بيطلع منين؟ كلام انا بقى من الجانجليونيك سيلز اوف ذا ريتن. يبقى الاوريجين بتاعي فين؟ بتاع الاوبتيك نيرف من الجانجليونيك سيلز اوف مين؟ بنقسم الاوبتيك نيرف في مسار، هو اولا بيطلع من الاي بول، والاي بول لو اتفرجتوا عليها هي تحسوا كده ان هو شباك خارجي للبرين او منظور خارجي للبرين، يعني هي موجوده في الاوربت البوكس اللي هي فيه، ويطلع منها الاوبتيك نيرف بيخش في ثقب كان نفسي بمعايا السكال اسمه اوبتيك فورامي، وبعدين يعدي جوه بوني كان اسمها بوني كانال اسمها اوبتيك كانال، وبعدين اخش من السكال من جوه الاقيه طالع قدامي اللي هو الاوبتيك نيرف طالع من الاوبتيك فورامي الداخلي معايا. ما بين هذا وما بين الاوربت كان اسمها اوبتيك كانال، وبعدين لما يطلع بعد عن الكانال بقى تحت البرين معايا. ففي جزء منه اللي بسميه اوربيتال بورشن اوف اوبتيك نيرف. يعني ايه اوربيتال بورشن؟ اللي هو اذا كانت الاي بول بتاعتك اللي انت بتتكلم عليها بالمنظر ده، ده بطيخه بقى. المهم اذا كان هذه وجواها كده، لو احنا دخلنا من جوه ده العظام نفسها بتاعت مين؟ البار اوربت. ففي جزء من النيرف ماشي جوه الاوربت لغايه ما بتتجمع الاوربت في الاخر هنا وبتعمل لي كانال. هذا الجزء من النيرف بنسميه اوربيتال بارت. وبعدين الجزء اللي معدي في الكانال، انا بقول الكلام ده المفروض الكلام ده انتوا عارفينه. انا طيب انا ايه اللي بقوله تاني؟ انا عايز اتكلم مع انتوا، هقول انا اسماء نيكولاي وخلاص. انتوا عارفين الكلام ده ولا لا؟ عارفين. سيبكم الواد ده، انتوا عارفين سامعين الكلام ده قبل كده؟ ها؟ امال سايبيني بتكلم ليه؟ انتوا عارفين الاوبتيك نيرف لما بيخش تحت الاسكال بعد كده بينقسم الى كام ديفيجن؟ حلو، عشان اعرف حته حته في اللي انتوا ماشيين فيها. الجزء اللي لما بينقسم بينقسم عند الاوبتيك كيازما، لما اشوف عارفينها ولا لا. هذا الاوبتيك نيرف، وهذا اوبتيك نيرف الناحيه الثانيه. الفايبر دي نزل ولا نزل؟ بتروح فين دي؟ كروس. والتمبرال سيم سايز. طيب يبقى دي كل تراكت من ده عباره عن ايه؟ نيزل واحد من جوه واحد من جوه. الله ينور عليك. اللي انا بعمله ده دلوقتي ده اسمه ايه؟ تراكت. رايح فين ده؟ لا انا عندي اوبتيك تراكت. يا واد بطل كلام جانبي يا واد، عاجبك الكلام خده على بعضه، مش عاجبك خد بعضك واطلع من هنا، ما تخنقنيش. كلك نقد قاعد تنقد تنقد تنقد. انا ذكي جدا جدا، انا راجل عجوز وعامل زي التعالب. فهمني؟ يا ولا الترمينيشن بتاعت الاوبتيك نير، انا عندي الاوبتيك تراك بيترمينيت فين؟ يعني ايه لاترال جينيكوليت؟ بولفاينر سوبيرو كوليكولاس. ده الاوبتيك تراك بينتهي فين؟ قولوا تاني معايا. اوبتيك نير دخل اوبتيك كانال، اوبتيك كيازم، اوبتيك تراكت. عشان الاوبتيك تراكت يروح للكلام اللي انتوا سامعينه ده، لازم يعمل هوكينج على حاجه اسمها سيريبرال بلانكي. وده من ضمن الاستراكشرز اللي بتيجي في اسئله ام سي كيو، استراكشر كروسنج او هوكينج على السيريبرال بلانكي. زي التروكليير نيرف ما نشوفه، والاوبتيك نيرف، واحد جاي من ورا لقدام، واحد جاي من قدام لورا. الاوبتيك نيرف بعد ما يعمل هوكينج بيروح لللاترال جينيكيوليت والبولفاينر والسوبيرو كوليكلاس. اللاترال جينيكيوليت بودي دي تبع مين؟ لا صلاة النبي. ها؟ مين اللي قال ميتا؟ صح، برافو عليك. ميتا سالمس. البولفاينر البولفاينر
posterior thalamus. إيه بالسلامس يعني؟ السوبر كولوكيلاس تكتم التكتم بتاع الميد برين. طيب اللاترال جينيكليت بودي اند البولفاينر باسنج الفايبر للكورتيكال فيجوال اريا، يعني ايه الكلام ده؟ بصوا كده معايا بقى، هذا الاوبتيك نيرف بيكون من الجانجليونيك لاير وماشي هنا في الكنال اللي هو الاوربت، وبعدين مشي في الكناليك والابارت، وبعدين يطلع هنا عمل الكروسنج تمبرال فايبر مع الكروسنج نيزال فايبر، بتروح احنا شايفين للاماكن دي اللي بيطلع منها بيروح للاوكسيبيتال لوب اريا 17 18 19. الاماكن دي اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هم كام حاجه، اللي هو الجزء اللي هو بيلف ده، بيلف هنا على مين؟ على السيريبرال بودانكل، ده الاوبتيك تراك. بيروح لمين؟ قولهم تاني. الاوبتيك تراك لاترال جينيكليت بودي، 2 بولفاينر، 3 سوبيريو كوليكلس اللي هي دي سوبيريو كوليكلس لاترال جينيكليت بودي وبولفاينر. من الثلاثه دول الفايبر اللي بتطلع منهم بتروح للاوكسيبيتال اريا عشان تشوف، لكن عشان ما تعملش ريفلكس. واضح كلامي؟ اولا هي راحت للسوبيريو كوليكلس ليه؟ ريفلكس علشان فيجوال ريفلكس. طيب انا عشان اعمل فيجوال ريفلكس اشوف ولا اعمل ريفلكس الاول؟ شوف، يبقى الاول الفايبر الباس واي بتاعت الفايبر اللي انتوا شايفينها دي لازم تروح الاول لمين؟ الكورتكس. اريا 17 18 19 مش هتروح لكلهم، المهم ان انا اشوف، مش مهم ان انا ايوه اعمل انتربريتيشن ليها او اقول دي ايه، بمعنى ان انا ممكن اشوف او في حاجه تيجي على بصري فاعمل لها ريفلكس، مش مهم اعرف معنى الحاجه دي ايه. كمان في سيولوجي ما علينا، المهم ان بيحصل بعد كده الباسوي بيرجع على مين؟ على السوبيريو كوليكلس معايا؟ ومن السوبيريو كوليكلس بتروح لمين؟ للمناطق بتاعت الكرينيال نيرف نيوكلياي اللي لها ارتباط بالريفلكس. يعني ايه؟ يعني ممكن لو واحد يقرب لعينك كده انت ممكن تعمل ريفلكس بلينكينج للاي ليد، تقفل عينك مش كده؟ مش ممكن تعمل كده؟ او تحرك هيد والنك بتاعتك بعيد، او تحرك جسمك كله بعيد. يبقى انت حركت اما العضلات بتاعت عينك، فانت يبقى لازم في كونكشن ما بين السوبيريو كوليكلس دي والنيوكلياي بتاعت الكرينيال نيرف اللي لها موفمنتس الاي بول، عضلات الاي بول، وفيها كمان كونكشن مع النيوكلياي للكرينيال نيرفز اللي بتحرك الهيد والنك، وليها كونكشن مع النيوكلياي بتاع السباينال كورد اللي بتحرك السباينال كورد. ولذلك انتوا هتلاقوا من عند السوبيريو كوليكلس هنا هتلاقوا في كونكشن مع النيوكلياس بتاعت مين؟ اقروا اللي مكتوب قدامك ده اوكيولوموتور، وبعدين في النيوكلس بتاعت مين؟ التروكليير، وبعدين بالنيوكلس بتاعت مين؟ ابدوسس. ثلاثة وأربعة وستة من النيوكلس اللي هي بنسميها السوبيريو كوليكلس. الثلاثة اللي انتوا شايفينهم دول، الثلاثة النيوكلياي دول بيحركوا مين؟ بيحركوا الماسلز اوف ذا ار، وده الريفلكس يحصل هنا. واضح كلامي ولا لا؟ اوكيولوموتور، العصب اوكيولوموتور من الاعصاب اللي هي البسيطه ودمها خفيف، وده الثالث والرابع هيطلعهم او النيوكلاي بتاعتهم او الديب اوريجن بتاعهم هيبقى موجود فين؟ في الميد برين. ناخد الثالث النيوكلاي بتاعته الاوريجن او الديب اوريجن بتاعته موتور نيوكليس، وبيسموها سوماتو موتور. سوماتو موتور يعني ممكن تحت ارادتك، كلمه سوماتو موتور غير فيسرو موتور. السوماتو موتور هي مجموعة نيوكلياي لها علاقة بالأوكيلوموتر نير وموجودة فين؟ في الميد برين. إذا هي تعتبر لما نيجي نشرح الميد برين ونتكلم على الديب أوريجين في الميد برين هنلاقيها من ضمن الاستراكشرز اللي موجودة في الميد برين نيوكلياي أوف سيرد كرينيال نير اللي هي مين؟ اسمها موتور نيوكليس، جنبها فيسرال موتور. شوف الفرق بين الاثنين، فيسرال موتور نيوكلياي اسمها إدينجر فيستيفال نيوكليس، والإدينجر فيستيفال نيوكلياس واحدة من النيوكلياي الباراسيمباثيتك وموجودة جنب الموتور نيوكلياس. الاثنين دول الموتور نيوكلياس بتاعت الثالث هتروح لعضلات تحت إرادتي، هعرف أحركها بيسبلاي اول اكسترا اوكيولار ماسل اكسبت عضلتين اللي هي بنسميها اللي هي بتاع السوبيرو بليك واللاترال ريكتس، هياخدوا من اعصاب ثانيه. اما الايدنجر فيستيفال نيوكلس اللي هي ماشيه مع الثالث، ها دي باراسمباسات وماشيه مع الثالث، هتروح للاي وتخش في الاي عشان تعمل ايه؟ هي باراسمباسات، هتبدا عضلات ما بنسميهاش اكسترا اوكيولار ماسل، بنسميها انترا اوكيولار ماسل، يعني عضلات داخل الاي بول.
عضلات بتضيق البؤبؤ اسمها سفنكتريك بيوبيلي، وعضله بنسميها سيلياري ماسل اوف اكوموديشن. يعني ايه اكوموديشن؟ باختصار لما تشوف حاجه بعيده وهي بتقرب منك تشوفها بنفس الوضوح. معايا؟ السيلياري ماسل بتهيئ اللينس ان تزود الديوبتر وتقلل الديوبتر بتاعتها، يعني بتزود الكونفكستي وتقلل الكونفكستي بالنسبه للفار اوبجكت عشان يبقى نير اوبجكت. يعني لما اشوف حاجه بعيده اخلي العدسه بتاعتي التحدب بتاعها يزيد ولا يقل عشان الصوره تقع على الريتنا؟ يقل. كل ما الصوره قربت مني الاشعه دي هتقع ورا الريتنا، فلازم الدايوبتريك باور بتاعت العدسه تزيد وتكرش اكتر ويبقى فيها كونفكستي اكتر عشان تجيب الصوره على مين. والكلام ده مش اناتوم، الكلام ده برضو ايه؟ فيسيولوجي. اذا اللي انا عايز اقوله ان الايدنجر فيستيفال نيوكلياس هي باراسمباثيك فايبر ماشيه مع الموتور فايبر وبتعمل ديستريبيوشن في الاي بو، وانما الموتور فايبر بتروح لبره وهي بتروح لجوه، وانما في جزء بسيط جدا من الايدنج، ولا بلاش دي ده هتدوخكم. المهم في عندنا بعد كده في حاجه اسمها سوبرفيشال اتاتشمنت، هو فين؟ من بره. ابص عليه على الميد برين، بيبقى طالع من قلب الانتر بيدانكولار فوسا، من الميديال سيرفيس اوف ذا سيريبرال بيدانكل. عارفين البيدانكولار فوسا؟ على الميديال سيرفيس، وانت في قلب الفوسا بتطلع من الميديال سيرفيس، وده السوبرفيشال اتاتشمنت بتاعها. هنا هتلاقي الكلام اللي انا كنت بقوله، الموتور فايبر اللي احنا بنقول عليها نيرف ديفايدد الى سوبيريو ديفيجن فيرو ديفيجن، ده المين؟ ده الموتور. ده الموتور، انا برجع اقسمها، لكن مجازا وبالنسبه لكم لو انت قلت بتسبلاي اول اكسترا اوكولار ماسل اكسبت الاثنين اللي قلنا عليهم كويس مفيش مشكله. اللي عاوز يجود شويه ويعرف ان الموتور اللي داخله الاي بول دي بتنقسم الى سوبيريور وانفيريور. السوبيريور ديفيجن بتدي الليفيتور بالبيبري سوبريورس والسوبيريور ريكتس. سوبيريور لفوق، ليفيتور بالبيبري سوبريورس ده عضله اللي بترفع الايلاد، والريكتس السوبيريور ريكتس. اما الانفيريور ديفيجن هتدي لتحت، هتدي الميديال ريكتس والانفيريور ريكتس والانفيريور اوبليك ماسل. الباراسمباثيك اللي طالعه من الدينجر تدي السيلياري ماسل والكونستريكتور بيبيلي. السلايد ده بيغني عن كل الكلام اللي انا بقوله، منه هتبص هتلاقي كل البرانشات بتاعت الاوكيولوموتور نيل. الاوكيولوموتور لو حصل فيه انجري بيحصل فيه الكلام ده، وهنفهمه يعني ايه. توزيس، استرابيزموس، اكسوفسالموس، ديبلوبيا، لوس اوف باور اوف اكوموديشن. الاخر واحده ابدا بيها لوس اوف باور اكوموديشن عشان السيلياري ماسل. وبعدين لما بص على الدبلوميا دبل فيجن. دبل فيجن ليه؟ لان في عصب منهم حصل فيه باراليزيس، العضلات اللي هي بتاخد منه هيحصل فيها نوع من انواع السكوينت او الحول. يعني بدل ما انا ببص على حاجه معينه هنا، على سبيل المثال السوبيرو ريكتس، السوبيرو ريكتس مثلا اللي هي بتاخد منها السوبر اوبليجا او الميديال ريكتس حصل فيهم باراليزيس، فالعضلات دي باراليزد. اللاترال ريكتس بارالايزد ولا نوت بارالايزد؟ بارالايزد. تقوم ساحبه العين لاترالي كده، فالعين تبص الناحيه دي، وانا العين دي بتبص مثلا كده، فانا هشوف رؤيه من هنا وهشوف رؤيه من هنا، فيحصل دبل فيجن. كلمه دبل فيجن بنسميها ايه؟ ديبلوبيا. ديبلوبيا. اكسوفسالموس خليها بعدين، دي اكسوفسالموس هو الجحوص. بروز للعين يعني. اما اللاترال استرابيزماس اللي انا لسه قايل عليه هو نفسه مرتبط بمين؟ بالديبلوبيا اللي هو الدبل فيجن، اللي هو اللاترال استرابيزماس او اللاترال سكوينت اللي هو الحول اللي بره، عشان اللاترال ريكتس ستيل انتاكت لان انت بتاخد من عصب تاني. بالنسبه للتوزيس ايه بقى اللي هي العضله الليفيتور بالبيبري سوبريوز اللي هي كانت بتاخد من السوماتو موتور بتاعته، برضه حصل لها باراليزيس فيحصل دروبنج. بس الدروبنج اللي احنا شايفينه ده غريب. هو انا دلوقتي لما برفع الاي ليد كده برفعها بمين؟ بمين؟ وبقفل بمين؟ هدفع بالكلاي. ايوه اللي هي فيشيال نير. انما برفع جفوني بمين؟ بالليفيتور بالبيبري سوبريوريس، ولما شد اكتر بشغل العضله دي اللي اسمها الفرونتاليس اللي هي بتاخد من الفيشيال نير لما دي تبقى واقعه. لكن هل بيحصل كومبليت توزيس ولا بارشال توزيس؟ بارشال. اللي هي فين؟ عارفين العضله اسمها الليفيتور بالبيبري دي؟ الديب فايبر بتاعتها بتاخد من السمباثاتيك، يعني مش بتاخد منين؟ من الاوكيولوموتر. ولذلك العضله كلها بارالايز اكسبت الديبست فايبر منها. الديبست فايبر لما بيحصل فيها باراليزيس بيحصل بارشال توزيس. يعني ما اقدرش اقول كلمه توزيس كده، لازم اكتب كلمه ايه؟ بارشال. نيرف دمه خفيف، النيوكلاي بتاعته موجوده في الميد برين الديب اوريجن معايا تحت مستوى النيوكلياي اوف اوكيولوموتر. يعني الميد برين لما نيجي ندرسه هنلاقيه من ورا فيه اتنين كورتين فوق واتنين كورتين من تحت، سوبيرو كولوكيولاي وانفيرو كولوكيولاي. معايا ولا لا؟ لو انا خدت قطاع على مستوى السوبيرو كولوكراس على المستوى ده هلاقي النيوكلياي اوف اوكيولوموتر،
وعلى الليفل اوف انفيريو كوليكراس هلاقي النيوكليال اوف تروكلير على نفس اللاين الموتر مع الموتر، والباراسمباثيك هنشوفها بعدين هتبقى على نفس اللاين، فالموتر تحت الموتر. ادينجر فيستيفال نيوكليس كباراسمباثيك هتبقى مع نفس اللاين والباراسمباثيك اللي هنذكرهم اذا ذكرنا فيهم شيء. انما الوقت هي عباره عن اوريجين اسمه تروكلير نيوكليس، فيسروموتر نيوكليس تحت ارادتي، الديب اوريجين موجوده في الميد برين على مستوى الانفيريو كوليكراس، سوبرفيشال اتاتشمنت. النيرف ده الوحيد من ال 12 كرينيال نيرف اللي بيطلع من الباك اوف ميد برين ويعمل هوكينج على السريبرال بيدانكل. يبقى انتوا النهارده سمعتوا مني حاجتين بيعملوا هوكينج على السريبرال بيدانكل، وقبل كده سامعين مني حاجتين. الحاجتين اللي سمعتهم النهارده الاوبتيك نيرف فروم ان فرونت تو باك وورد، التروكلير من الباك وورد للفور وورد، وفي حاجتين سمعتهم مني قبل كده. مين؟ بيزل فين؟ من قدام لورا ولا من ورا لقدام؟ من قدام لورا. بيزل فين؟ وفي ارتري كمان بوستيرو سيريبرال ارتري، بوستيرو سيريبرال ارتري. واضح؟ احفظوهم كويس. All of the following crossing around the cerebral peduncle except، تحط الأربعة دول ومخبط معهم إيه؟ واحد زي مثلا الميدل سيريبرال بيدانكل، أنا آسف، الميدل سيريبرال أرتر أو الجريت سيريبرال فين. طبعا كلمة باراليزس للتروكليار نيرف، كلمة باراليزس لأي كرينيال نيرف يا جماعة لما تشوفوها إما إنها تبقى مرتبطة بالأوريجين نفسه، يعني في ليجن على مستوى الديب أوريجين، وده بقى مستوى الفاسكولار سبلاي كامبولاس او كثرومبس او كديجنريشن باي شكل من الاشكال، او ممكن العصب في اثناء المسار بتاعه اللي هو الكورس اللي هو مش عليه، لا هو من المفروض عليه لكن هو مش عليه، الكورس اللي هو الطريق اللي هو بيسلكه ده معايا ممكن يحصل فيه ليجن او في النهايه بتاعه. اذا حصل ليجن في اي حاجه من اللي انا ذكرتهم قبل كده بالنسبه للالفاكتوري اللي انا ما اتكلمتش عليه، حصل ليجن في سنترز بتاعته او في الاوبتيك نيرف او في الاوبتيك تراك، بيحصل حاجه اسمها ايه؟ لوس اوف سميل، اللي هي اسمها ايه؟ ايوه. العصب الثالث والرابع، الرابع انا بتكلم عليه، الثالث احنا اتكلمنا عليه واتكلمنا على البرايس بتاعته، ده نفسه هو بده عضله واحده بس في الاي، لا يا اخي ما تغلطنيش يا اخي، بده عضله واحده اللي اسمها سوبير اوبليك. والعضله دي بتعمل ايه في الاي بول؟ بتحرك الاي بول ازاي؟ داون وورد اند اوت وورد. فاذا حصل فيها باراليزس ينعكس الاي بول هتحرك ايه؟ اب وورد وميدل، يبقى محول لجوه ولفوق معايا، وده اسمه برضو ايه؟ توزيس او سكوينت. تراجمينال نيرف، تراجمينال نيرف اسمه الثلاثي، والتراجمينال نيرف هو ثلاثي يعني في جواه ثلاثه نيرفز، هيطلع منه في النهايه اللي هو الاوفسالميك والمكزيلري والمانديبل معايا. انما هو نفسه اول كلامنا على التراجمينال اللي هو نمره خمسه هيبدا يطلع من البونز. انا في الوقت اثنين كرينيال نيرف قلنا اتاتشد للسريبرم اللي هم الواحد واثنين، واثنين اللي بعدهم ثلاثه واربعه ميد برين. اول ما هقول خمسه اهو، خمسه سته سبعه ثمانيه تراجمينال ابدوسن فيستيبلو كوكلير فيشر وفيستيبلو كوكلير نير. ده 8 ازاي؟ ده 9، انا عملت كده ازاي؟ 5 6 7 8 5 ترايجيمن 6 ابدوسي 7 الفيشر 8 فيستيبلو كوكلير، دول بونز. يبقى اخر اربعه اللي هو 9 10 11 12 ميدال كده عشان نخلص. نيجي للفيشر للترايجيمن، الترايجيمنال نوعين من النيوكلياي تبعه، يا سنسوري يا موتور. اولا هو العصب ده بيعتبر السنسيشن فروم ذا فيس، سنسيشن فروم ذا فيس، مش ده اللي بيجيب السنسيشن من الفيس؟ وبيجيب السنسيشن من السكالب، والسكالب والفيس جزء واحد. اي سكالب؟ السكالب وكاني حاطط تاج كده زي بتاع البنات، هقسم السكالب بتاعتي الى انتيرور هاف وبوستيرور هاف. البوستيرور هاف ده النيرفز بتاعته سيرفايكال نيرفز طالعه من السيرفايكال بلكسس، اما الجزء الامامي من الاوكسيبيتال او من السكال تراجمينال. التراجمينال بيجي هنا اهو بطريقه معينه هوريكم عليها، بيديني ثلاثه كرينيال نيرفس ماشيين بالمنظر ده كده، واحد يتجه ناحيه الاي بول والمنطقه دي والاي ليد اسمه اوفسالميك، واحد في النص فوق الزيجوما اسمه ماكزيلري،
واحد ناحيه الماندبل اسمه ايه؟ ده من الخارج الديستريبيوشن. هاتهولي من جوه بقى، هو موجود النيوكلاي بتاعته فين؟ في الثلاثة. النيوكلاي بتاعته موجودة في الميد برين والبونز والمضل، ولكن صعوده وخروجه اللي بنسميها السوبرفيشال اتاتشمنت ان ذا ميدل اوف ذا بونز ان ذا ميدل اوف ذا ميدل سيربيلر بدنكل، ولكنه له اربع نيوكليان. الاربع نيوكلاي بتاعته متشعلقين بالطريقة دي. افترضنا ان دي منطقة الميد برين، اهي مرسومة اهي، ودي البونز ودي المضل، وهذه النيوكلياي اوف ترايجيمن. الجزء منها اللي موجود في المضله اسمها ميزنكيفاليك نيوكليس ريليتد تو بروبريسبتيف سنسيشن اند فاين تاتش. الجزء دوت اللي بنسميها المين سنسوري نيوكليس موجود في البونز، ودي مرتبطه بالتمبريتشر والكروت تاتش. اما الجزء دوت او الكروت تاتش اسف، الجزء ده اللي احنا بنسميه سباينال نيوكليس ده مرتبط بالبين والتمبريتشر. من الثلاثة دول سمعتوني قلت موتور، الثلاثة دول سنسور نيوكليون، يبقى الثلاثة دول بيرسبشن او الثلاثة دول بيريسيف سنسيشن. يعني الكلام يبقى في الاتجاه ده بيريسيف سنسيشن، اللي شايلة بروبريسبتيف سنسيشن بتروح هنا وفاين تاتش، اللي بتروح كروت سنسيشن بتيجي هنا، اللي بتروح بين وتمبريتشر بتيجي هنا. من هذه النيوكليون اكيد في افرنت فايبر بتطلع، والله انا غلطان. الافرنت فايبر اللي طالعة منهم هتعمل لي ايه؟ لمنسكس. هتعمل حاجه اسمها ترايجمنا لمنسكس اللي هتطلع بعد كده للسالاموس، ودي قصه كبيره مكلكعه. انما انا لغايه دلوقتي قلت هم اربعه نيوكليان، انت قلت ثلاثه. الثلاثه اللي انت قلتهم ميزنكيفاليك موجوده اكستندد في المضله وبلونجاتا، المين سنسوري نيوكليس موجوده اكستندد موجوده بطول كل البوند، السباينال نيوكليس موجوده، الموتور نيوكليس صغيره وموجوده جنب بيسايد المين سنسوري نيوكليس ان ذا بونز. ودي الفايبر اللي طالعه منها تبقى فايبر افرنت خارجه منها وبتمشي مع الترايجيمينال نيرف الموتور، تخرج وتخش وتمشي الفايبر بتاعتها مع الترايجيمينال نيرف. ما يعجبهاش الاوفسنك ولا يعجبها المكزيلر، تمشي مع المانديبولر. ويبقى الموتور فايبر بتاعتنا اللي ماشي مع الترايجيمينال نيرف بتباص مع مين؟ مع المانديبولر نيرف. ويبقى الاوفسلمك كله بيور سنسوري، والماكسيلري كله بيور سنسوري، والمانديبولر يتقال عليه ميكسد مينلي سنسوري. سوبرفيشال اتاتشمنت امشي لا باقي قد ايش؟ ربع ساعه. سوبرفيشال اتاتشمنت انا قلت ان موجود فين السوبرفيشال اتاتشمنت بتاعته؟ اذا انا رسمت المنظر من قدام كده، ده سيريبرال بدنكل، سيريبرال بدنكل، وده البونز بالمنظر دوت، وده الميدل سيريبيلر بدنكل، انا اسف هي الميدل سيريبيلر، وده المضله ايه ده موجود في المكان دوت ان ذا ميدل اوف ذا ميدل سيريبيلر بدنكل. المنطقه اللي في النص دي اللي احنا بنسميها البازلر جروف، اللي بيبقى فيها البازلر ارت، شوف هو فين على الطرفين، تحس ان هو طالع من قلب الميدل سيريبيلر بدنكل، هو طالع من البونز، ولكن السوبرفيشال اتاتشمنت بتاعتي بتخلينا اوصفه ان ذا ميدل اوف ذا ميدل سيربيلر بدنكل، ده السوبرفيشال اتاتشمنت. يبقى انا خدت السوبرفيشال وبتكلم على الديب اوريجن بتاعه، اتكلمنا على اربعه نيوكلياي اللي موجوده في المستويات الثلاثه. اما انا اتكلم على الانترنال استراكشر اوف ميد برين، ميد برين هزود على اللي انا شرحته في النيوكلياي بتاع الثلاثه واربعه، هزود عليهم الميزنكيفاليك اوف ترايجيمن. اما اجي اتكلم على الديب استراكشر اللي موجوده في البونز هقول فيها حاجتين، اثنين نيوكلياس تبع الترايجيمينال اللي هي المين سنسوري نيوكلياس من ضمن الانترنال استراكشر. هنا هتكلم على النيرف بيفاس فورورد، بيطلع الترايجيمينال نيرف من البونز بالمنظر ده. لو انا عندي البيز اوف ذا سكال وانتم متخيلينها، مجرد ان يطلع من البونز يلاقي عنده الايبكس اوف بيتراس، عارفين عظمه بيتراس؟ وفيها حفره اسمها ترايجيمينال فوسا، فيها جانجليا اسمها ترايجيمينال جانجليا. النيرف يخشها ويعمل سينابس هنا معايا، مين اللي هيعمل سينابس؟ السنسيشن، اكيد السنسيشن، فيعمل ترايجيمينال جانجليا، ومن هذه الترايجيمينال جانجليا يتشعب ثلاثه كرينيا نيرف زي صوابع كده بالظبط. واحد يتجه فورورد على طول ويطلع من السوبيريور اوربيتال فيشر، يعني يخش على الاوربت مع الاوفسالميك ارتري. واحد تاني جنبه بس هينفصل عنه بعد كده، مش هيمشي معاه من نفس المكان. واحد تاني اسمه ماكزيلري، هيخش من فورم اسمه فورم الروتاندم، اذا دخل منه هيطلع فيه انفرا تمبرال فوسه جنب الميديال تريجويد واللاترال تريجويد. الثالث هينزل من فورم اسمه فورم اوفال، برضه هيلاقي نفسه عند منطقه الانفرا تمبرال فوسه، بس الاثنين سلوكهم مختلف. المانديبولر هيكمل في الانفرا تمبرال فوسه، اما الترايجيمينال هيكمل فورورد عشان يرجع يخش بعد كده في حته اسمها انفير اوربيتال فيشر، يخش في الاوربت بس منين؟ من تحت. يبقى في حاجتين دخلوا الاوربت دلوقتي،
اوف سالمك دخل من السوبير اوربيتال فيشر من الداخل. المجزيلري دخل الاوربت من الانفير اوربيتال فيشر. فاهميني ولا لا؟ البرانشز بتاعت الاوف سالمك نيرف. الاوف سالمك نيرف برانشاته كتير. وبرانشاته باختصار بيبقى لاكريمال نيرف، فرنتال نيرف، نيزوسيلياري نيرف. يعني هو متجه هو كده ناحيه مين؟ السوبير اوربيتال فيشر. في وقت للاسف مفيش وقت. دي عظمه البترس اللي انا بقول لكم عليها، ودي الفصه اسمها تراجينا الفصه، وفي المكان دوت هتلاقوا الايه الفيشر بتاعنا اللي اسمه سوبر اوربيتال فيشر، وجنبه في الحته دي الاوبتيك كانال. الاوبتيك كانال وده المنطقه اللي هي فيها كريبر فورم بترس مويد، ودي المنطقه اللي موجوده فيها الاورليت. تمام. التراجينا النيرف بيطلع في المكان ده، دي البونز ودي المضله ودي الفورم الماجنم، بيطلع متجه ابورد يروح للتراجينا ويطلع منها ثلاثه كرينيال نيرفز اللي انا قلت لكم عليهم. ده يخش في الفورم الاوفال، ده يخش في الفورم الروتاندا، ده بيتجه ناحيه مين؟ وعنده سوبر اوربيتال فيشر ما بيخشش هو اوف سالمك، بينقسم الى واحد ميديال، واحد انترميديال، واحد لاترال. اللاترال ده هو اللاكريمال نيرف. الانترميديت هو النيزوسيلياري الفرونتال نيرف. الميديال ده هو النيزوسيلياري نيرف. يعني النيزوسيلياري نيرف لو دخل في الاوربت هيلاقي نفسه داخل بعد كده جنب النوز. فبالنسبه لللاكريمال نيرف السبلاي اللاكريمال جلاند اند اللاترال اوف ايبل، خلي بالكم من حكايه ان هو بيسبلاي اللاكريمال جلاند، بيسبلاي اللاكريمال جلاند بمناسبه ايه؟ ودي لاكريمال جلاند والسكريشن اللي طالع منها باراسمباثيك تحت تاثير باراسمباثيك. خلي بالكم هتسمعوا اللاكريمال جلاند وهتسمعوا اللاكريمال نيرف مرتين، وانا بتكلم على السبلاي لللاكريمال جلاند. النيرف سبلاي ليها من الفيشل، من الفيشل، من نيرف اسمه جريت بتروزال نيرف، بس النيرف ده باراسمباثيك ليها. كلام واضح؟ انما اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي لاكريمال نيرف كاري سنسيشن فروم ذا لاكريمال جلاند، واللاكريمال جلاند زي ما درسته موجوده في الابر لاترال بارت اوف ذا اوربت هنا، وجنبها الاي ليد ده اللي هو النصف الخارجي اللاترال هاف. اذا هي بيدي مين؟ اللاكريمال نيرف بيدي اللاكريمال جلاند كسنسيشن كاري سنسيشن منها، ويدي اللاترال هاف اوف ابر اي ليد. اما بالنسبه للفرنتال نيرف، الفرنتال نيرف بيخش كده بالظبط في نص الاوربت، وهو في نص الاوربت يفضل ماشي. الاوربت بتاعته اهي لها روف، لها ميديا، لها لاترال، لها فلور بوكس، يمشي في الروف ويمشي في النص ويجي عند المارجن ده اللي انتوا درستوه تحت اسم السوبر اوربيتال مارجن، وهنا بينقسم الى تو نيرفز، سوبرا اوربيتال وسوبرا تروكلير كاري سنسيشن فروم ذا انتيرو هاف اوف ذا سكان. اما النيزوسيلياري نيرف بسم الله ما شاء الله عليه، هو ماشي على الاوربت برضو بتاعنا يمين، الاوربت بتاعنا اللي انا بتكلم البوكس ده كان في النص، ده راح لاترال خلاص. اللي داخل ميديا ده النيزوسيلياري، لو دخل جنب الاوربت هنا مين اللي جنب الاوربت في المكان ده؟ مش كده ولا لا؟ لو انا بصيت على الاوربت من جوه، والاوربت من جوه هتلاقي فيها خرمين، الخرمين دولت لو دخلت منهم يدخلوك على النيزل كافيتي، واحد اسمه بوستيرو اسمويدال فورمن وواحد اسمه انتيرو اسمويدال فورمن. اثمويد اثمويد انا بس عشان تبقوا عارفين انا فين، عشان ما تسمعوا بعض التعبيرات. نيزوسيلياري نيرف اللي هو ماشي على الميديال وول اوف ذا اوربت، اللي هو في نفس اللحظه اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي، بيديني سنسوري روت تو ذا سيلياري جانجليا. ايه سيلياري جانجليا دي؟ دي ورا ايه دي؟ انا عندي كام باراسمباثيك جانجليا في الهيد والنك؟ الله اكبر، اربعه، دي واحده منهم، وفي واحده تانية اسمها سفينو باراتين جانجليا، وفي واحده اسمها اوتيك، وفي واحده اسمها ساب مانديبولر، والاربعه مرتبطين بالكرينيال نيرفس يا اللي درسته كرينيال نيرفس. فين بقى هم دول ان شاء الله؟ انا عايز محاضره لوحدها، انا عايز ساعه. ما علينا. بصوا يا جماعه. بصوا. الاربعه جانجلا دول اسمعوا معلومه مني عنهم بس. الأربعة دول بيسموهم باراسمباثيك جانجل، بيسموهم إيه؟ دي جانجل هي باراسمباثيك. الأربعة اللي أنتوا سمعتوهم مني اللي هم مين؟ سيلياري. ودي هتبقى موجودة خلف الأوربت، عارفين الأوربت اللي أنا بتكلم عليه؟ الحتة اللي خارج من عندها الأوبتيك نيرف
قبل ما يخش في لوبه الكنار، يعني خلف الاي بول، انا جوه البوكس العظمي في الحته اللي خلفي هنا الحته دي اسمها سيريا. يعني في واحده ثانيه اسمها ايه؟ سفينو بالاتاين. الثالثه اسمها ايه؟ اوتيك. انتوا حفظتوهم. الرابعه اسمها ايه؟ صب مانديبولار. الاربعه دول هناخد اكزامبل سلوكهم ازاي. الكل جانجلا باراسمباثات الجانجلا سسبندد باي تو سنسوري رود لواحد من السنسوري نيرفس اللي ماشيه، يبقى لازم يكون جنبها ايه؟ سنسوري رود او سنسوري نيرف تتشعلق فيه زي اللمبه كده. عارفين اللمبه اللي بنحطها كده بننزلها سلك واحد ولا بننزلها سلكين عشان تنور، مش كده؟ الاثنين دولت مجرد سسبند للنيرف، يعني ما بيعملوش ريلي في الجانجلا. واضح؟ كل جانجلا من دول بيخشها سمباثاتيك ويطلع منها من غير ريلي، وهو جاي المسافة ده كله بيبقى بوست جانجليونيك، لانه جاي من جانجليا جنب السمباثاتيك تشين جنب الفيرتيبرال كولا من زمان زمان، ولازم يخشها بارا سمباثاتيك بري جانجليونيك ويطلع منها بوست جانجليونيك. كل واحده من دول لازم ينطبق فيها الكلام ده. السيليار اللي انتوا سامعينها دي متعلقه في النيزو سيلياري نير اللي هو جاي من الاوفثالميك اللي هو مينلي سنسوري اوف ترايسيمينال. السمباثاتيك فايبر بتبقى جاي حوالين شريان داخل في العين اسمه اوفثالميك ارتري، ينفصل هذا السمباثاتيك ويخشها وهو في الاصل يعتبر بوست جانجليونيك، والفايبر اللي خارجه منه هتروح في الاي تعمل ايه في الاي؟ هتروح لعضله اسمها دايليتر بيوبيلي عشان تعمل دايليشن للبيوبل اللي احنا عملنا له كونستريكشن بالسيليا. وهذا البوست جانجلونيك سمباثاتيك بيديني برضو المولر اللي موجوده في الليفيتور بالبيسور يوريس، وبيسبلاي الباس سبلاي بتاع الاي بول يعمل لها فازو كونستريكشن. انا محتاج هنا سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك وسنسيشن. اما المحترم اللي داخل ده الباراسمباثاتيك افتكروا هيكون مين؟ مين الباراسمباثاتيك اللي داخل عندي؟ اللي هو الايدنجر، اللي هو كانت الفايبر اللي جايه من الايدنجر واستفال نيوكليوس تطلع من الايدنجر واستفال مع العصب نمره كام؟ ثلاثة. وبعدين تقول لي ثلاثة شكرا انا جيت معاك، تقوم خارجه منه وداخله على مين؟ على السيلير، تخشها بريجانجليونيك وتطلع منها ايه؟ وترجع تمشي تاني مع الاوكيولوموتور تاني. واضح؟ ما تمشيش مع السنسوري. وبالطبيعيه هتلاقوني كاتب هنا اسنسوري روت تو ذا سيلياري جانجليا، السطر دوت او الربع سطر او الثمن السطر ده، فاهم؟ يعني ايه كلمه سنسوري روت تو ذا سنسوري جانجليا؟ وتعرف يعني ايه سنسوري جانجليا؟ وموجوده فين؟ طيب. تو لونج سيلياري نيرف ذوتش كاري سمباثاتيك فايبر تو ذا دايليتور بيوبيل. يعني ايه؟ انت بتتكلم يا دكتور على البرانش اوف ذا نيزو سيلياري نيرف. انت بتتكلم على سنسوري نيرف. ايه اللي انت كاتبه هنا ده؟ هذا العصب اللي هو النيزو سيلياري نيرف جاي سنسوري وجاي من العصب اللي هو الاوفثالمي، وهو داخل جنبه ارتري اسمه اوفثالميك ارتري، عليه سمباثاتيك زي الشبكه اللي موجوده على اسلاك التليفونات واسلاك ال الدشات، فاكرينها؟ وشوفوا انتوا لما بتقشروه شفتوه شكله عامل ازاي؟ هتلاقوا في شبكه من بره وفي سلك من جوه، مش كده؟ زيه كده بالظبط، بيبقى في شبكه حوالين الارتري تنفصل الشبكه اللي هي السمباثاتيك اللي هي ماشيه مع الارترز، لان من المعروف ان السمباثاتيك والبارا سمباثاتيك فيري ديليكيت ويك نيرفز، ما بتعرفش تمشي لحالها زي الاوكيولوموتور وزي المكزيلري وزي التلاجين. يعرف يمشي لوحده وله كورس وله ريليشن وله فوق وله تحت وله ميديال وله لاترال، انما السمباثاتيك والبارا سمباثاتيك ها عيال مرأة، عيال تشرب ميه سخنه ضعيفه، فلبينيين كلهم يعني تحس تلزقهم بقى حد هنا فلبيني شكلهم غريب ما علينا، وكل واحد فينا بكده ما علينا. كنت خلاص يا ابني اخلص دي وخلاص. اللي عايز اقوله ان بيطلع منه بينفصل هذا السمباثاتيك مع انه سمباثاتيك وماشي مع البلاد سبلاي ويخش على مين؟ على الاوفثالميك.
وبعدين ينفصل مع الاوفسالميك ويمشي مع مين؟ مع النيزو سيلري. ماشي معاه ماشي مش منه. وبعدين في النهايه بص الاقي ان النيزو سيلري بتطلع منه برانشات. قعد البرانشات منه اتنين لونج سيلري اقول عليهم كده يعتبروا برانشات من النيزو سيلري، ولكنهم في الحقيقه ليسوا برانشات من النيزو سيلري. هم كانوا ماشيين معاه، ولكن انا كاناتوميست انا بشرح جروسلي من بره، الله ده نيرفي ماشي ودول طالعين منه، لكن في الاصل هم مش طالعين منه، هم طالعين من اللي جنبه اللي هم مين؟ السمباسات. يبقى انا عندي سنسر روتو سنسر جاريا تون لونج سنسر نيرف وتشكاري سمباسات اللي انا لسه بتكلم عليه. يعني ايه بقى؟ بوستيرور اسمويدال انتيرور اسمويدال. فاكرين الثقبين اللي انا قلت لكم عليهم؟ هيخش من الثقبين دول هيخش على النيزو كافيتي هيروحوا لمين؟ البوستيرور اسمويدال سبلاي اسمويدال اند سفينويدال ساينسس. عارفين الاير ساينس اللي هي الجيوب الانفيه؟ فيه اتنين منهم اسمويدال وسفينويدال هياخدوا منه، اما الانتيرو اسمويدال بيدي برانش لمين؟ للنوز. اتنين للنوز. بعد كده في عندي مين؟ انفرا تروكليار في اخر المنطقه هنا، عندي حاجه هنا اسمها تروكليا بيديني برانش من المكان دوت بيديني اللور ليد انفرا تروكليار نير بيسبلاي جزء منه للنوز، ولكن بيديني برضه لاكريمال ساك وكونجنكتيفا وجزء من الليد. الاول بسرعه معلش. انترنال نيزل، انترنال نيزل ده عصب بيخش جوه النوز بيسبلاي النيزل ميوكوزا اللي هي السنسيشن، بيسبلاي النيزل ميوكوزا نيزل كافيتي. اكسترنال نيزل هذا العصب اللي هو اسمه انترنال نيزل بعد ما بدي النوز من جوه يجي في المنطقه اللي ما بين البوني بار والكارتلاجينس بارت بتاعت النوز ويطلع لبره ويكمل اسمه اكسترنال نيزل. اذا الانترنال نيزل هو الكونتينيوشن بتاعه مين؟ اكسترنال نيزل. يبقى كده لسه لي بعد كده الاوفسالميك بقيته. الموضوع هيكمل نظري، اللي عايز يكمل معايا يكمل لان الموضوع هيبقى صعب. بكره تيجوا عشان القصر. خلاص بكره ساعتين. وانتوا براحتكم بقى، اللي عايز يجي الاسبوع اللي جاي او الاسبوع اللي بعده ويكمل معايا اهلا وسهلا. خد يا عم احمد جابر دول.